ما هو أصل حركة الحشاشين؟ بالرجوع إلى كتاب حركة الحشاشين يقول: ترجع الأصول الأولى لحركة الحشاشين إلى التيار الشيعي في الإسلام، ذلك التيار الذي انقسم إلى فرقتين كبيرتين عند موت الإمام جعفر الصادق الإمام السادس سنة 148 هجرية. وقد كان الإمام جعفر قد عهد بالإمام إمامة إلى ابنه الأكبر إسماعيل، ولكن مات إسماعيل أثناء حياة أبيه جعفر الصادق، وهنا حدث الخلاف بين الشيعة، هل تنتقل الإمامة إلى محمد ابن إسماعيل أم من حق الإمام جعفر الصادق أن ينقلها إلى ابن آخر من أبنائه هو موسى الكاظم؟